السلام عليكم، سعد الله اوقاتكم بكل خير. الحقيقه بعث لي احد الاصدقاء الاعزاء على قلبي طبعا مقطع فيديو بعنوان كلمات فاكهه الحب كاظمي. بصراحه كان مقطع يفوق الوصف، يعني خلاني أتفاعل معه وأكتب له عن الأنثى. طبعا قلت طبعا المرأة أفتقدها منذ صغري، وعندما كبرت زاد حنيني واشتقياقي إلى جزئي وتكملتي وأني. وبحثت عنك في وجداني وفي ضعفي، وبحثت عنك في وجداني وفي ضعفي وداخل قلبي الرقيق وفي جنباتي حناني الأسير. يا أيتها الأنثى، يا أني، أما اشتقت إلى كلك يا قطعة مني. طبعا مفردة أني قصدت فيها أنا وأنت. طبعا حبيت أشارككم بالكلمات هذه، أتمنى أنها تنال استحسانكم إن شاء الله. وهذه مشاركة بسيطة مني، أخوكم أبو وليد، تحياتي.